السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات AR. النهاردة ان شاء الله هتبقى حلقة مميزة شوية، فيها حاجات جديدة اتمنى انها تعجبكم وهتفيدكم جدا 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 باذن الله. من الحاجات الطريفة اللي تعرضت لها وانا صغير، كنت في اولى كلية وبنزل اضرب في صيدلية، فبقى يعني ها تعلمت فيرست ايد كده وتعلمت ادي حقن عضل. ففي مرة كده كنت واقف، فجاي واحد صاحبي بالليل باخته، كانت اكبر مني شوية، فقال لي يا سلام عايزين ادي حقن. قلت له ماشي، فانا بقى اهدي لها عضل، ده اللي في اعتباري. فالمهم لقيتها بتقول لي لا وريد، فقلت لها لا ما بعرفش، فكان الصراحة شكلي بيبي قدامهم خالص. كونك تعرف تعمل سكيل زي دي حلو جدا جدا وبتنفعك في مواقف كتير قوي قوي قوي. تعال نبدا نشوف ايه حوار حقن الاي في او حقن الوريد. انا بامن كتير جدا بموضوع البراكتس، انك تمارس الحاجه، وانك عمرك ما هتكون متمكن بيها غير لما تجربها مره واثنين وعشرة. وعشان كده انا مجهز مفاجاه هعلن عنها في اخر الفيديو باذن الله. النهارده نبدا نتكلم على حقن الوريد او الانترافينوس انجكشن، او حتى البلود سامبلينج. يعني انت لو عايز تاخد عينه دم، تسحب عينه دم في المعامل زي ما بنشوفها، او انك تبدا تدي حقنه وريد. عايز اعرف هو انا امتى اصلا اضطر ان انا اعمل الموضوع ده. رقم 2، ازاي اقدر اعمله بدون خوف او رهبه؟ كلنا لما نيجي مثلا في سيشنز الفيرست ايد، باجي اسال الترينين اللي موجودين او المتدربين، فاقول لهم مين يا جماعه يعرف يدي حقن عضل؟ كله يرفع ايديه. مين يعرف يدي حقن وريد؟ الاقي واحد من ضمن 100. فهو بيمثل عقبه قدام الناس، متخيل ان موضوع التعامل مع بلاد ده صعب قوي ودم، ولا يا عم مش عارف ايه وممكن اعمل مشاكل. عايز اقول لك بعد الفيديو ده ان شاء الله كل الكلام ده هيبقى بح، مفيش. ان شاء الله تبقى متمكن جدا 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 لو كملت معايا كويس وركزت قوي. اوكي، متفقين على هذا؟ فانا عايز اعرف امتى بلجأ لاصلا ان انا ادي حقنه وريد او اسحب عينه. رقم 2، ايه الطريقه اللي انا ممكن اعملها؟ رقم 3، ايه البريكوشنز، الاحتياطات اللي انا لازم اخلي بالي منها وانا بشتغل بالموضوع ده. بس قبل ما ناخد ده كله، تعالى نبدا بحاجه مهمه جدا. انا ما ينفعش استخدم حاجه الا وانا عارف هي عباره عن ايه. يعني ما ينفعش انك تروح تقيس ضغط وانت مش عارف جهاز الضغط ده بيشتغل ازاي. ما ينفعش انك تروح تشتغل على الموبايل وتعمل بيه حاجه وانت مش عارف الزرار الفانكشن ده بتاعته ايه. فعشان كده احنا النهارده ان شاء الله نبتدي اول حاجه نتعرف على السيرنج سريعا قوي كده، موضوع بسيط خالص. احنا السيرنج عندنا اللي انتوا شايفينها دي سيرنج 3 سنتي، او بتقولوا عليها 3 ملي، بس هي 3 سنتي بالفعل. السيرنج طبعا منها انواع، والانواع بتاعتها اقصد الكالرز، الالوان. طيب ايه بقى الالوان ده؟ هيجي لكم حالا فيها. تعالى نفتح اول حاجه السيرنج. لما بنيجي نفتح السيرنج بنفتحها ازاي؟ طبعا بشوف ناس تبدا تفتح كده ده يا جماعه شغل الجزارين شويه، يعني تحس ان اللي قدامك ده هينتقم منك. طريقه شغلك قدام البيشنت او قدام اي حد بتفرق معاك، ان انت تسيب عنده امبريشن كويس جدا انك متمكن من الحاجه اللي بتعملها، انك هتكون فريندلي قوي معاه، مش بتظهر له الوش بتاع الغضب ده وانك هتعمل فيه حاجه، لا خالص. يعني حتى عايز اقول لك بتبدا من برستيجك في فتحه السيرنج. طب افتحها ازاي انا دكتور؟ كل الناس فتحها كده. بص، المفروض في عند احد الطرفين كده هتلاقي في حته بتتفتح زي الورده، يعني بتتفتح بتتقسم لطرفين. ادي الجزء اللي بيتقسم لطرفين اهو، خلاص ببدا افتح بالمنظر ده لحد نص الورقه. المفروض ان السيرنج يا جماعه استريلايزد، معقمه، يعني انا لو لمست الجزء ده كده اصبح الصح المفروض ما ينفعش استخدمه. بس طبعا احنا في مصر بنشوط اي حاجه بنستخدمها، بس ده المفروض ده ما ينفعش ما دام لمست الجزء ده خلاص. ولكن احنا اصلا سايبينه مكانه اهو، اخدت الجزء ده وركبتهم هما الاثنين مع بعض كده اهو، وجيت ربطته وقفلت، اصبح عندي سيرنج كويسه جدا. سيرنج بقى ايه البارتس او ايه الاجزاء بتاعتها؟ رقم 1، اول حاجه عندنا ده اسمه الكفر او الكاب، الغطاء بتاعنا. وبعد كده عندنا الابره. الابره دي اسمها نيدل. اسمها ايه؟ نيدل، او بنقول عليها اسمها شافت. شافت. طيب لو جينا بصينا كده لبوز الابره بالمنظر ده، هنلاقي
ان الجزء اللي فوق قصير والجزء اللي تحت طويل، صح؟ لو احنا جينا عملنا كده بالمنظر ده من كل الاتجاهات، ولو جينا بصينا من فوق كده هنحس ان في من فوق خرم، يعني الخرم باين لما ابص من فوق. بالعكس لو انا بقى جيت خليت الجزء الطويل فوق والقصير تحت، لما ابص من فوق ما اشوفش الخرم، فانا لازم اخلي الخرم لفوق، يعني البيف اللي فوق، يعني الشطفه الطويله لتحت والقصيره لقدام، اخليه نازل كده اهو كده اهو، تمام؟ ده الشطفة بتاع السن الإبرة أو بوز الإبرة، ده اسمه بيفل. اسمه إيه؟ بيفل، مش إيفل يا جماعة، مش برج إيفل، هو اسمه بيفل. طيب بعد كده الجزء الملون ده اسمه هب. اسمه إيه؟ هب. طيب الجزء الملون ده مهم جدا عشان ده اللي يتحكم في المقاسات زي ما هقول دلوقتي. بعد الهب لو أنا فكيته كده هبدأ ألاقي بيركب على حاجة اسمها تب. اسمها إيه؟ تب، اللي هي القمة بتاعتها. وبعد كده لو الجزء اللي أنا بسحب فيه الدواء أو الميديكيشن بتاعي اللي هو مليان هوا دلوقتي اسمه بارل. اسمه ايه؟ بارل. واخر حاجة الجزء اللي انا ببدأ استخدمه عشان اسحب بيه او احن بيه اسمه بلانجر. اسمه ايه؟ بلانجر. اقول لك use the plunger to inject the medication، خلاص؟ فده اسمه بلانجر. انا كده اتعرفت على اجزاء السيرنج. تعالى بقى نبدأ نشوف ايه هي المقاسات او المتحكم فيه عن طريق الالوان. هنا في مصر لما بنطلب السيرنج عندنا بنطلبها وبنعلمها بالالوان، بالكالورز. الكالر زي المفروض اللي هو لون الهب اللي احنا شفناه دي واحد على مستوى العالم كله، يعني السيرنج اللي لونها ازرق هنا زي امريكا زي المانيا زي فرنسا زي اي حاجه، المفروض ان هي دي مقاسات عالميه. الفكره كلها بقى في ايه؟ احنا هنا في مصر بنتعامل باللون، يعني انا مثلا هقول لك الالوان على حسب السن اللي بتستخدمه، والكلام ده ينطبق مع الحقن العضل مش مع الوريد. الوريد بستخدم عادي على حسب طبيعه الدواء اللي بديه مش على حسب الجسم ولا السن، خلاص؟ طيب انا دلوقتي لو استخدم حقنة عضل مع ان انا موضوعي وريد، بس اقولها لك معلومه ليك، بعمل ايه؟ المفروض عندي تقريبا حوالي 5 الوان من السيرنج مشهورين جدا بنشوفهم. رقم واحد تعالى من الصغير للكبير، في اللون الاصفر اليلو او الاورنج، خلاص؟ في كده وفي كده. اللون الاصفر او الاورنج ده اصغر سن وارفع سن، فتلاقي ان هو بيستخدم مع الاطفال حديث الولاده، ويفضل كمان اطفال حديث الولاده بدلهم حقن عضل بسرنجه انسولين، يعني السن بتاعها صغير رفيع هو ما عندوش سبكتينيس يعني او فات او دهون اخاف منها ان انا ايه السن ما وصلهاش، يعني فاهم قصدي؟ فكفايه قوي بالنسبه للطفل اللي لسه مولود موضوع سرنجه الانسولين. لو ما فيش خلاص نستخدم السيرنج الاورنج او اليلو. طيب بعد كده في بقى اللون اللي هو الازرق والبنفسجي. الازرق زي اللي معايا، هو مش ازرق ازرق، هو بيبقى لبني شويه، خلاص؟ واللون البنفسجي الصراحه يعني ده بقى شغل ناس يعني محترفه شويه بتدقق شويه في الماتيريالز اللي معاها. اللون اللبني ده بيتميز عن البنفسجي بالاتي: اقوى شويه فاصلب شويه في السن. فلو انا بدي حقنه لميل وفيميل ادلت، احنا خلصنا من الاطفال، اطفال بنستخدم معاهم السرنجات اليلو، خلاص؟ او الاورنج، اطفال عموما، اطفال. تبدا تكبر شويه جسمك يبقى ادلت، خلاص؟ او حد بالغ كبير شويه، بس مش تخين، بقى زي انا كده زي اي حد في الجسم المعتاد. بنستخدم يا اللون اللبني يا اللون البنفسجي. يفرق في ايه؟ على حسب ميل ولا فيميل، ودي بتفرق قوي بعد كده في حته الايد التقيله والايد الخفيفه، احد العوامل حرفنه اختيارك للسيرنج بتاعتك، اوكي؟ فانا بعمل ايه؟ سيرنج لبني للادلت ميلز رجاله، والسيرنج البنفسجي للادلت فيميلز، خلاص؟ ليه بقى؟ السيرنج الفيميل السيرنج البنفسجي بتبقى يعني السن اضعف شويه وبيبقى الارفع شويه، فهو داخل بيبقى البين بتاعه اقل شويه. بعكس بقى الميل، الميل عنده ثيك سكن، السكن بتاعه بيبقى ادخل شويه مقارنه بالفيميل، فبيحتاج حاجه اقوى عشان تخرج مره واحده ما توجعهوش قوي، وصلت؟ فبنختار اللون اللبني مع الميلز، اللون البنفسجي مع الفيميلز. انا عكست غلط؟ لا خالص، انا بقول لك حاجات كده تو بي بروفيشنال بس مش اكتر. في بقى اخر لون، اللون الاسود او بيبقى لونه رمادي شويه، دي حقن 5 سنتي بس، خلاص كده كلها 5 سنتي. انما بقى 3 سنتي كلها الالوان اللي انا قلتها، بس ال 5 سنتي هو لون واحد، واللون الايه؟ الاسود او الرمادي اللي موجود. بيبقى الطول بتاع البارل نفسه اللي بيتملي دواء 5 سنتي، وبيبقى السن بتاعي اطول شويه وادخن شويه. اللون ال 5 سنتي اللي هو اللون الاسود دي بستخدمها اكتر مع الناس الاوبيز اللي هم تخان قوي، عشان خاطر خايف ان انا الابره 3 سنتي ما تقدرش تعدي الفات وتوصل للمصل تحتها. احنا عندنا اللايرز يا جماعه من بره لجوه كالاتي: سكن اللي هو ابيدرمس ودرمس، وبعد كده السبكتينيس تيشو اللي هو الفات او الدهون، وبعد كده نبدا نوصل للمصل او العضلات اللي انا عايز احقن فيها، اوكي؟
فانا عايز انا ابدا اعدي من الدهون. فلو الدهون واحد فات واحد اوبيز قوي الفات عنده كتير هيبقى الدهون طبقه بتاعتي كبيره، فممكن الابره ما تقدرش تعدي منها كلها، فبختار ابره كبيره اللي هي وليكن 5 سم. ممكن ادي الواحد ادلت مش تخين بابره 5 سم عادي جدا، بشرط ان مثلا لو انت بتدي حقنه الماده بتاعتها الفيسكوزيتي تقيله اللزوجه بتاعتها عاليه، لو اديت بابره 3 سم تحس ان الدواء مش عايز ينزل، فبتختار ابره البور او الوسع بتاعها اوسع شويه عشان الدواء يبدا يجري بشكل اسرع شويه. عايز اقول لك بقى لو انت ساعتك سافرت بره في دوله اوروبيه محترمه ولا حاجه ما بيتعاملوش بالكالورز، يعني هما تقريبا ما بيعرفوش الكلام ده، هما اللي بيتعاملوا بايه بقى؟ بيتعاملوا برقم موجود في ظهر الورقه بتاع السيرنج. لو انت هتيجي تجرب معايا كده ولا حاجه، لو جينا مسكنا ظهر السيرنج وبصينا هنا هنبدا نلاقي الاتي. لو بصينا هنا هنبدا نلاقي ان في 3 مللي ده طول البارل بتاعي خلاص، وبعد كده لو جينا دورنا في الحاجات الموجوده هنا بص كده على الاحمر ده نيدل سايز 23 جي. ال 23 جي دي هو ده اللي له علاقه بالابره، انما ال 3 مللي اللي احنا شفناها ليه علاقه بالبارل. ال 23 جي دي جي دي اختصار حاجه اسمها جوش. الجوش ده كلمه كده بتتناسب عكسيا مع الديامتر او قطر سن الابره، فكل ما كان الجوش بتاعك كبير كل ما كانت الابره بتاعتك رفيعه وصغيره، وكل ما كان الجوش صغير كل ما كان الابره بتاعتك واسعه تخينه والابره طويله شويه. فده بيقول لك ايه بقى؟ لو انا مثلا في اوروبا ولا حاجه وحبيت ان انا ادي حقنه لطفل صغير يبقى اختار حقنه السن بتاعها رفيع صح؟ فابدا اختار رقم جوش عالي ولا قليل؟ عالي عشان الابره تبقى عكسها ضيقه صغيره وقصيره. خلاص. وعلى العكس صحيح لو هدي حقنه لحد ادلت حد كبير حد فات خلاص ببدا ان انا اطلب ابره ليها جوش صغير وبعد كده يبقى السن بتاعي تخين. طبعا عندنا الجوش بتتراوح تقريبا من حوالي من 18 لحد حاجه و20 25 وهكذا او 24 مش متذكر قوي يعني. ده بالنسبه للالوان. عرفنا المقاسات بتاعتنا، تعالى بقى نبدا نروح لتاني حاجه. انت عايز تدي حقنه اي في ولا تسحب عينه ليه؟ بص يا جماعه الحقن الاي في مشهور استخدامها اكتر اكتر يعني في الطوارئ او بنظره شويه للناس الحقنه مثلا عايز اخدها وممكن تاخد عضل وريد وانا مش عايز اخد عضل، انا مثلا ميل واقف في صيدليه ولا حاجه وفي فيميل كبيره جايه لي فمش عايز انا ادي لها عضل وعايز تاخد وريد، او الطوارئ بقى وده الشكل الاهم جدا لاستخدام الحقن الاي في او حقن الوريد، ان انا عايز الحقنه تشتغل في الحال دلوقتي. هو الدواء بيشتغل زي اي دواء باخده اي ميديكيشن سواء برشام او حقن او ايا كان، الماده بتاعتي لازم توصل في الاخر للدم، متخيل؟ لما بتوصل للدم يبتدي يشتغل. طب انا دلوقتي لو انا حالت اي في فبحقن في الدم فبحط الدواء على طول في الدم، مش لسه بقى هبدا اخده اورال واودي للليفر والليفر يبدا يكسر ويمدي لي الماده الباقيه، مفيش الكلام ده يا بابا، احنا على طول هوب دايركت مباشره في الدم، فانت بتشتغل في الحال. يعني لو واحد قاعد بقى قدامك والحقوني وديت له حقنه دلوقتي اي في خف دلوقتي حالا، تخيل؟ فمهمه للغايه. حقن الاي في ان امرجنسي مهمه جدا، ما ينفعش ما تكونش عارف راكب كانيولا، ما ينفعش ما تكونش بتعرف تدي حقن اي في وتقول انا عايز اقف في طوارئ، ايا كان بقى الطوارئ بتاعتك لازم تكون شاطر في موضوع دي سكيلز. يعني انا دكتور مش 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 مهمتي ان انا ادي انجكشنز او حقن، بس دي سكيل مهمه جدا جدا انها تبقى مهاره عندك تقدر تستخدمها في وقت الزناد. مهم قوي على فكره موضوع الحقن حتى في البيوت، يعني بدل بعد الشر يعني ما حد يتعب في البيت، بدل ما تنزل الساعه 3 4 الفجر تدور على اي حد تحت يبدا يدي في التعبان في البيت عندك الحقنه، انت بتعرف معايا؟ فدي من الحاجات المهمه جدا انك تعرف تدي حقن عضل واي في وريد وسبكتينيوس بتاع الانسولين وتعمل اختبارات حسيه، مهمه قوي انك تعرف تعلم الحاجات دي. يا جماعه بره مش بيقتصر الموضوع ده كمان على الدكاتره بس، يعني اصبحت كالتشر الناس كلها بتتعلم حاجه اسمها فيرست ايد وعايزين تعلم اسعافات اوليه عشان خاطر نلحق المشكله بدري فما يحصلش اي كومبليكيشنز بعد كده. اوكي طيب عرفنا ان احنا نستخدمها ليه الحقن الاي في، ان انا ادي حقنه احقن حقنه او اسحب دم. اسحب دم ده طبعا في المعامل، يعني انا طبعا بعمل تحاليل وعايز اسحب دم فانا بسحب عايز بقى ان انا ايه، في ناس تقعد تدور على وريد ما بتعرفش واتهات فلان ليله كبيره قوي، فانا هقول لك الخلاصه بتاعتها وخليك تبقى شاطر جدا في الموضوع ده باذن الله. خلاص. فاحنا ممكن ان احنا نلجا لسحب العينات لو احنا مثلا عايزين نشتغل في معامل تحاليل، انا في مستشفى، انا مثلا كنت احيانا في الطوارئ كده بحب اسحب عادي جدا،
بتمشي ايديك، بتشتغل، ممكن انت تكون تعرف تعمل الحاجه دي احسن من غيرك. يعني انت ما بتسببش بين جامد زي الناس التانيه كده يعني، خلاص. فدي سكيل حلوه جدا انك تعرف تتعلمها. طيب هل في اختلاف ما بين الطريقتين، ان انا مثلا اسحب بعينه دم وانا ادي حقنه اي في؟ خالص، الطريقه التكنيك كل واحد في الاخر بيفرق. بدل ما اكمل سحب هحقن الدواء، خلاص. يعني حقن الوريد انا ببقى مالي السيرنج بتاعتي اصلا دواء، ببقى داخل ماليها كده، فببدا اخش وانفذ التكنيك بتاعتي، وبعد ما انفذها ابدا احقن، خلاص. انما سحب العينه انا ببقى داخل بيها مقفوله كده معايا، يعني مش مشدود فيها دواء خالص، ولما بدخل واثبت واعمل التكنيك في الاخر بسحب الدم بتاعي، زي ما احنا هنشوف في الفيديو. طبعا انا صورت الفيديو سحب العينه على زميل ليا ربنا يجازيه خير، تطوع وصايم، فما كانش ينفع ان انا احقن اي ميديكيشن، طبعا ما فطرهوش معايا، فاضطرينا طبعا ان احنا نسحب عينه دم برده عشان تتشجعوا، خلاص. ما تنساش ان في مفاجاه في اخر الفيديو حلوه جدا. الحاجه رقم 3 المهمه جدا، اتاكد من الادوات اللي انت هتستخدمها متوفره قدامك. ايه بقى الادوات اللي انا محتاجها، عشان مش كل شويه اقول له اوبا ده انا نسيت حاجه، استنى هقوم واجي بسرعه. تشتتك قدام العيان ده بيدي امبريشن وحش جدا، ان انت شخص مش بروفيشنال خالص في شغلك، يمكن تقريبا اول مره بتدي الحاجه دي، فاهم قصدي؟ فخليك دايما تاكد من الحاجات متوفره قدامك. انت محتاج ايه متوفر؟ محتاج اول حاجه يكون في سيرنج، الاداه اللي استخدمها، وتحدد السيرنج كويس جدا. رقم 2 محتاج قطن والكحول، خلاص، كحول وقطن، او ممكن نستبدلهم حاجه اسمها الكحول سواب، يعني حاجه بتبقى مدوره كده زي اللزقه بس مش لازقه، حته شاشه ولا قطنه كده عليها حته ايه كحول جاهزه، فهي بتبقى موجوده في باكت كده بتطلعها، بتبدا تمسح مكان الفين او الوريد بتاعك، خلاص. طيب في بقى حاجه مهمه جدا، احنا لما بنسحب عينات دم او بندي حقن وريد، احنا بنحقن حاجه اسمها وريد او فين ان انجلش، انما ما اسموش يا جماعه عرق، يعني عروقي مش باينه والكلام ده، ده انت يو ار دكتور، انت الميديكال فيلد، فما ينفعش تقول عرق، يعني عيب خالص، تمام؟ فاسمه فين او وريد. انا دلوقتي طفره الادوات، في حاجه ثانيه محتاجها، يبقى محتاجين سرنجه، قطن كحول، محتاج بقى حاجه تساعدني في اظهار الفين، زي ما نشوف حاجه اسمها تورنيكي. تورني كده انا للاسف هنا في البيت مش معايا، بس هو انت هتروح عند اي مكان مستلزمات طبيه صيدليه تلاقيه، خلاص. هو بيبقى عباره عن رباط، بيبقى ليه كبسوله بيتشد منها او لزقه باختلاف التكنيكس ما بين كذا نوع تورنيكي، بس هو حاجه بتلف وتربط وتشد على الدراع، تزنق عليه، فالدم بيظهر بشكل احسن، فالفين يظهر لك بوضوح شويه. طبعا انت بتروح حتى معامل التحليل ما بتلاقيش فيها موضوع التورنيكي، فبيستبدلوا الموضوع بجلافز، خلاص، اللي هو الجوانتي اللاتكس اللي احنا عارفينه ده. الجلافز دي المفروض يعني الصح معمول عشان انا البسها في ايديا عشان خاطر الانفكشن، بس احنا هنا في مصر الجلافز دي معمولة عشان خاطر نلبسها في دراع العيان، ان انا اربط استخدمها كتورنيكي، فمش مشكله. يعني احنا بنمشي برضو على حسب الامكانيات اللي موجوده معانا في المكان، جبت تورنيكي خير وبركه، يعني بيبقى معاك على طول، مش هتبوظه، مش هتقطعه، مش هتحتاج لكل بيشنت تغيره، هيساعدك كتير قوي في الفك والربط، يعني ده بيبقى رخم جدا. انا لو معايا تورنيكي دلوقتي هربط لنفسي، انا دلوقتي اخلي اي حد يربط لي، لان انا مش هعرف اربط لنفسي، متخيل؟ بس توفره الادوات، محتاج حد تاني طبعا، محتاج حاجه مهمه جدا، تخيل ايه بقى؟ بيشنت، يعني انا هسحب من مين دلوقتي؟ محتاج بيشنت قدامي، محتاج شخص اللي انا اسحب منه العينه او انا ادي له حقنه الاي في. النقطه رقم 4 مهمه للغايه، دكتور انا ما بعرفش اظهر الفين، الوريد مش عارف اظهره، بتظهره ازاي؟ بص ده بنمشي فيه ستابس كده، خلاص. لو انا واحد بتاع جيم كده وعارفين عضل والناس دي، غالبا الفينز عندها بتبقى ظاهره لوحدها، فمش محتاجه اي حاجه ولا محتاجه تورنيكيه ولا اي حاجه، فانت بتستخدمها عادي جدا، خلاص، من غير يعني تستخدم الفين على طول وبتحقن فيه او بتسحب منه. ده لو شخص ماسكل، طب احنا ما بنروحش الجيم اصلا ومعظمنا جسمنا يعني تعبان خالص، نعمل ايه بقى؟ بص بقى، قالك لو انت كنت رافع ايديك نزلها. الفكره بقى في ايه؟ وانت رافع ايديك المفروض ان الفين بيبقى جاي من هنا رايح للقلب، فانا عامل كده الدم بيبدا ينزل بالجرافيتي او الجاذبيه، بيبدا يروح للقلب، فالفين بيفضى بسرعه، فالدم اللي بيبقى فيه بيبقى قليل، فالفين ما بيظهرش، بيختفي. فاعمل ايه؟ لو انت كنت رافع ايديك كده شويه نزلها، خلاص، فلما تنزل الدم يبقى عايز يطلع، وفي نفس الوقت بينزل مع الجرافيتي، عايز يرجع للقلب عشان ده فين، وفي نفس الوقت بيحاول ينزل مع الجرافيتي، فتلاقي دم طالع ودم نازل، المحصله بتاعتهم بتخبط في الفين كده، بتخبط في الفين بره، فبتظهرهولي، وصلت؟
لو حاجه نازله وحاجه طالعه فبتخبط لبره كده، فبتلاقي ما تخافش يا جماعه مش بخبطه كده، فبتلاقي الفين بيظهر لبره شويه، ظهر خير وبركه، ما ظهرش اي اس لا خالص. لو العيان تبدا تربط له تورنيكيه، خلاص التورنيكيه ده بيتربط فين؟ زي مثلا انا هدور على الفين بتاعي هنا، طيب ادور عليه هنا ولا هنا ولا فين؟ الاماكن هنقولها كمان شويه. زي مثلا انا دورت على الفين بتاعي هنا ومقرر ان انا هدي هنا، بربط التورنيكيه فين؟ بعيد عن المكان اللي احقن فيه بحوالي من 4 ل 6 سم، يعني تقريبا 4 صوابع بتحطهم ما بين المكان. لو انا هحقن هنا بحط ايدي 4 صوابع بهربط التورنيكيه هنا. بلاش تقرب التورنيكيه قوي من الابره، وبلاش تبعده قوي، يعني مش على مسافه 20 سم، يعني 5 6 سم حلو جدا. واربط التورنيكيه، ظهر الفين خير وبركه، ظهرت انت كده زي الفل، ما ظهرش اياس؟ لا طبعا. لو العيان كان ايديه عاديه يعني رابط تورنيكيه، ابدا اقول له افتح واقفل ايديك بكده، مش كده يا جماعه، مش كده، لا كده خلاص بالمنظر ده. الجزء الماسكل اكسرسايز اللي عمال يعمله ده بيبدا يظهر الفين بشكل كويس جدا، زي ما انا هربط التورنيكيه دلوقتي هتشوف. دكتور هو رابطه التورنيكيه بتظهر الفين؟ تعال نشوف. انا دلوقتي رابط التورنيكيه، انت شايف ان في فينز موجوده هنا، انا ما بفضلش ان انا اشتغل هنا، هنا بتحرق شويه لان الماسل قريبه قوي من السكن فبشك فبتحرق خلاص، فانا ما بفضلش هنا، يا اما هنا يا اما هنا. اوكي لو انت باصص كده الفين ده عندي مليان قوي، هو يعني انت لو بصت عليه في الكاميرا بص كده مليان جدا اهو، وفي فينز هنا ايه بس ده محسوس قوي 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 وحلو جدا خالص نشتغل منه. لو احنا بصينا في الهاند، بص كده على ايديا اهو، تمام برضو نفس النظام، حلو ظهر شبكه فينات. اختار اي حاجه، لا لازم الفين ابو ثلاثة. ايه بقى الفين ابو ثلاثة ده؟ لازم الفين بتاعك يكون فيزيبل، واضح ظاهر انت شايفه خلاص. رقم اتنين لازم يكون محسوس بالبابل، يعني انا دلوقتي ما فيهوش بلز، الفينز ما فيهاش بلز. بالبابل ازاي يعني؟ يعني مثلا لو الفين ده ماشي كده انا ببدا احسه بالعرض، لو الفين ماشي كده بحسه بالعرض كده، تمام بمشي عليه بعمل رولينج. يعني ايه رولينج؟ ان انا بدور حواليه كده خلاص بالمنظر ده، كاني بالظبط حاطط الحقنه دي كده وبعمل كده، هو ده الرولينج على الفين. تخيل الابره دي الفين، طيب بحس الفين ده كده اسمه بالبابل. حاجه الثالثه بقى لازم يكون ستريت، مستقيم، يعني ما ينفعش يجيب لي فين ترشوس كده فتيجي داخل من حته تلاقي نفسك خرمت الفين من الناحيه الثانيه، ما بينفعش. لازم الفين يكون واضح ومحسوس ويكون مستقيم على الاقل قد طول سن الابره اللي بتدخل بيها. ايه افضل الاماكن اللي انا احقن فيها اي في وادور فيها الاي في؟ بص واحنا بنختلف يعني، في كده الكتب الاوروبيه بتكتب حاجه واحنا كمصريين بنشتغل بطريقه. الكتب الاوروبيه بتقول لك يدور على الفين فروم ديستال، من البعيد تو بروكسيمال للقريب، يعني دور هنا ما لقيتهوش، دور هنا دور هنا ما لقيتهوش، دور هنا خلاص في منطقه الكيوبيتال فوسا اللي هي بتتنى دي. ليه الكتب الاوروبيه بتقول كده وانتوا بتعملوا ايه بقى؟ احنا بندور فروم بروكسيمال ما لقيتش، بندور بروكسيمال ما لقيتش، في الاخر بندور ديستال الصراحه يعني. الا بقى لو بتركب كانيلات، الكانيلات تفضل انها تركب هنا عشان حريه الحركه شويه. طيب ليه بقى الفينز وانت بتدي حقن اي في وتسحب عينه بيفضل قوي من هنا كمصريين، وليه الاجانب بيفضلوا من هنا؟ تعالى نخلص من الاجانب. اجانب قالوا لك عشان انت لو حصل معاك مشكله في الفين ولا حاجه والفين اتقفل ولا حاجه، فالفينز اللي هنا صغيره فلو اتقفل مش مشكله، بعكس الفين اللي هنا كبير فما تقفلهوليش من اول محاوله. فاهم قصدي؟ بس يا جماعه ما بيحصلش، ما تخافش، تعالى ما تخافش، مفيش حاجه بتحصل الكلام ده. بنغلط غلطات كتير في الاي في عادي جدا، ما بنوصلش للمرحله دي. خلاص لو انت بتتبع البريكوشنز اللي انا بقول لك عليها والطريقه اللي انا هعلمها لك في الفيديو وانا بجرب لك، مش هيحصل اي حاجه من الحاجات دي. طيب احنا كمصريين بقى بنفضل نستخدم المكان ده ليه؟ اللي هو الكيوبيتال فوسا. صراحه احسن لك واحسن العيان. احسن لك لانك هجيب الفين هنا بتبقى واسعه فبيجيب الفين من اول مره، فاهم قصدي؟ وبتسحب العينه على طول فبيتقال عليك دكتور برانس، حلوه قوي شاطر خالص. انما واحسن للعيان برضو عشان خاطر انت برضو بيجيبه له من اول مره، فمش بتضطر انك تشيل الابره وتشكشكه مرتين ثلاثه، ففي كلا الاحوال انت وهو الفايزين، فحلو جدا. مش الفايزين في المسابقه، فايزين في الحقنه الاي في. انا بلاش محدش يتضايق، اتفقنا على كده يا جماعه، مش جداد قوي على الموضوع ده. احنا كده هنبدا دورنا على الفين ابو ثلاثه، هتبدا تطهر مكانه بالالكحول. بنطهر ازاي؟ هنشوفها في وانا بسحب العينه دلوقتي ان شاء الله. بعد ما طهرنا ما تحاولش بقى اللي هو طب ارجع احس تاني الفين، لا يعني لمسته تاني طهر تاني، ده المفروض. ما تدخلش ابره وتعمل انفيجن وتخترق بيها جسم الانسان الا وانت عامل مطهر مكانها كويس جدا. تعالى بقى نبدا نشوف، احنا ظهرنا الفين ووفرنا الادوات، ناقص ان انا ابدا اشوف ازاي اسحب العينه. تعالى نشوف. جت اللحظه ان احنا بقى نبدا نشوف الكلام اللي احنا قلناه عملي. اول حاجه اتاكد من توفر الادوات بتاعتك. اول حاجه عندنا السيرنج،
والقطن والالكحول دي الحاجات اللي انت هتبدا تستعملها مع البيشنت. طبعا الاماكن المحترمه يفضل انك تكون معقم ايديك بالكحول او جيل طبي وتلبس جلوفز. طبعا احنا عندنا في مصر الجلوفز بيتربط بيه دراع العيان بدل التورنيكيه اللي احنا قلنا عليه. احنا دلوقتي نبدا نشوف الفين. هنختار الفين بالخصائص اللي احنا قلنا عليها. الفين ابو ثلاثه، لازم يكون واضح او ظاهر ومحسوس، يكون بالبابل ويكون مستقيم، ما يكونش تورشس او متعرج. يعني مثلا احنا لو بصينا هنا في الايد ده فين حلو جدا واضح وده حلو جدا واضح. عايز اقول لكم انا كده مش رابط تورنيكيه، يعني لو رابط تورنيكيه وعامل كده هنلاقي الفينز بتظهر بشكل اوضح. يعني متخيلين شكل الفين ده كده؟ طيب انا سي مثلا قررت ان انا ادخل هنا او قررت ان انا ادخل هنا، تمام. انا قررت ان ادخل هنا اعمل ايه بقى؟ هبدا اول حاجه اطهر مكان الحقن بتاعي. طهر ازاي بقى؟ بصوا عشان الكلام ده مهم جدا، اجيب حته قطنه. طبعا عندنا طريقتين، طريقه للناس المبذره شويه وطريقه للناس الاقتصاديه. المبذرين بيعملوا ايه؟ يجيبوا حته قطنه كبيره ويبقى فيه تلات حتت كده، ويجوا على اول حته ويرشوا الكحول ويمسحوا مره واحده في اتجاه واحد ويجي رامي، ومره ثانيه يمسحوا مره واحده في اتجاه واحد ويجي رامي، ومره ثالثه بتمسح مره واحده في اتجاه واحد تيجي رامي. طبعا انت لو واقف في الصيدليه والدكتور صاحب الصيدليه شبك كده ورا القطنه الثالثه هيرميك، هتخلص له كيس القطنه على العيان، ما ينفعش. فتعمل ايه؟ هي حته قطنه واحده وحافظ على اكل عيشك كده، ونبدا نرش عليها الكحول بتاعنا. سي مثلا انا اخترت ان انا هسحب من الفين ده، فبعمل ايه؟ باجي على مكان الحقن وابدا الف حركه دائريه من جوه لبره بالمنظر ده، بحيث ان انا اخدت اي مايكروب من اقرب مكان للحقنه لابعد مكان ممكن عن الحقنه بالمنظر اللي احنا عملناه ده. طيب وبعد كده سيرنج. انا عايز اقول لكم لضروره ان احنا لازم نحافظ على ازاي نركب السيرنج. شركات المستلزمات الطبيه اخذت بالها من الموضوع ده، فبدات تعمل السيرنج كمان بيس، يعني هي جايه متركبه جاهزه عشان عارفين ان في اخطاء بتحصل اثناء التركيب. طيب انا ركبتها واخترت الفين، هبدا بقى احاول ان انا اسحب العينه بتاعتي. بعمل ايه؟ السيرنج لو هسحب بيها دم فبتبقى تحت بريشر عالي، يعني انا لو مركبها في دراع العيان وبدات اسحب هلاقي قوه السحب عاليه لانها فيها بريشر عالي جوه، نيجاتيف بريشر شافط جامد جدا. فوانا بسحب ممكن تلاقي السحب بصعوبه، فاعمل ايه؟ خلي السيرنج لينه معاك، بلينها، بسحب البلانجر ده مره لبره كده هوا وابدا اطلعه مره تاني. كده السيرنج بقت لينه وسهله جدا جدا جدا. اي نوع حقن لما باجي اسحب او اي نوع عضل وريد اي حاجه اي نوع حقن هدي اصلا، لازم تحافظ ان البيفل بتاعك اللي هو شطفه الابره اللي انت شايفها ده لازم تكون لفوق، يعني في حته قصيره وحته طويله، الطويله لتحت والقصيره لفوق. ولو جيت بصيت من هنا كده هتبدا تلاقي الفتحه موجوده بتاع الابره. ادي البيفل بتاعي فوق زي ما احنا شفناها. بمسك السيرنج ازاي؟ ببدا امسك السيرنج بالصبعين دول الاندكس والثمب على اخر عقله وعلى اخر طرف من السيرنج، خلاص بالمنظر ده اهو، والثلاث صابع دول فري. فري بيعملوا ايه بقى؟ لو جينا فوكس بالكاميرا هنا كده خلاص، الثلاث صابع فري بيسبورت على دراع العيان بالمنظر ده. طيب الفين المفروض انه ماشي كده، ادخل انا فيه كده او كده؟ لا، ادخل خط مستقيم على الفين. طيب بدخل الفين بزاويه كام؟ طبعا لو عندي تورنيكيه بسهل بكتير، ولكن الفين عنده واضحه جدا. بدخل بزاويه كام؟ تقريبا حوالي 45 درجه. ما تقعدش بقى تقول ايه ده كده 30، لا كده 40. يا جماعه احنا بالوايم كده. بص بقى وركز معايا ازاي تسحب اي في او تدي حقنه في خمس خطوات. واحد، بتبدا تثبت السيرنج بتاعتك بالزاويه اللي هتدخل بيها 45. اتنين، بتدخل بالبيفل وسنه صغيره وراه هتلاقي نقطه دم نطت في الهب. تلاته، بنيم الابره على دراع العيان. اربعه، بزق الابره لحد نص السن. خمسة، اثبت واسحب عشان اتاكد ان انا في الفين. ايه ده بيسحب دم؟ سحب اول شويه، لو انا مركب تورنيكيه افكه ببدا اكمل سحب العينه بتاعتي، بكمل سحب العينه خلاص. طبعا عشان خاطر زميلنا صايم فمش هنسحب منه كتير، سحبنا الدم. في بقى النقطه الاخيره مهمه جدا، في ناس تقول لك وانت بتسحب الابره تعمل ايه؟ دوس القطن على الابره واسحب. انا ما بفضلش الطريقه دي، لان غالبا هيكون في دم عايز يطلع ومش راضي يطلع. طبعا زميلنا هيتعصب عليا يضربني دلوقتي عشان خاطر انا عمال اشرح على دراعه، بس خلاص انا مش حاسس بحاجه، فانا خلاص اشيل ابره. فتعمل ايه بقى عشان خاطر ما تبقيش اي زرقان تحت الجلد، ما بقاش اي نقط جلد، اي نقط دم تحت الجلد؟ فنعمل ايه؟ شايف الابره فين والقطنه فين؟ بص بقى، ببدا اسحب الابره واجي بالقطنه واعمل سكويز واعصر، اسحب الابره واعمل سكويز اعصر كده. بعمل ايه؟ اي دم ممكن يتجمع تحت السكن انا بشيله بعصره وببدا اطلعه. ادي السيرنج طلعت. لو جيت بصيت مكان الحقن في الاخر مش هلاقي مكانه اي حاجه خلاص،
اقول له اتني دراعك كده نص دقيقه، اتني دراعك اقفل عليها نص دقيقه وخلاص. ده كده سحبت السيرنج. في الاخر بقى لما احب اعمل ريكاب او ريكفر السيرنج بتاعتي، بلاش بقى تختمها بسوء كده ويعني ايه وتقفلها بالمنظر ده تو هاندز كده، ده غلط. ليه بقى؟ لو انت بقى في مكان ستريس وشغل تلاقي نفسك مش مركز، هوب ديك تيجي خاليه، فتيجي ساعتك تشك نفسك، فتخيل بقى اللي تسحب منه دم ده عنده فيروس بي فيروس سي. فليه بقى؟ فبنعملها ايه؟ في طريقه اسمها 100 تكنيك. ايه بقى ال 100 تكنيك ده؟ بنسيب الكفر بتاعنا على اي سيرفيس، مكتب، الفاترينا بتاع الصيدليه، ومفيش يا عم على الارض خلاص. سي مثلا اسيبها على الارض اهو، واجي بالسيرنج بتاعتي بوان هاند، هاجي واخد الكفر بالمنظر ده اهو. بعد كده بلاش بقى تقفلها بتهور وتيجي قافل كده، يعني تخيل بقى انت خدت اي كفر من على الارض، كان فيه كفرز كتيره مترميه وانت بتستخدم سيرنج اصلا 5 سنتي وخدت كفر 3 سنتي، فتيجي تعمل كده تلاقي السن اطول من الكفر، فما ينفعش. فبعمل ايه؟ فبدل ما اعمل كده اجي من على الجنب واجي بالمنظر ده لحد ما تسمع التكه اللي انت سمعتها بالمنظر ده كده. احنا كده سحبنا السيرنج او الحقنه الاي في. طيب لو انا هدي حقنه اي في نفس الكلام، لو انا كنت اصلا تخيل كده ان ده دواء وعايز ابدا احقنه بنفس الخطوات اللي انا عملتها، بدخل البيفلو سنه صغيره وراها بعد كده انام على الدراع، بعد كده ابدا ازق لحد نص الابره واسحب شويه صغيرين، طلع دم يطلع دم مع الدواء، الدواء يبقى لونه ابيض، تلاقي الدم يتلون باحمر، حلو جدا. تبدا بقى تحقن اللي انت ايه اللي انت خدته ده كله، تبدا تحقن واحده واحده وتراعي بقى ان في حقن بتتاخد بالراحه، حقن بتحقن بسرعه ريت عادي جدا، عادي مش عالي. وبس ده بالنسبه لي طريقه الحق. وصلنا لنهايه الحلقه وان احنا هنعلن عن المفاجاه الاتي. المفروض ان احنا عاملين مسابقه عشان خاطر انا قلت لكم بحب قوي البراكتس، ان ما ينفعش انك تتفرج على الفيديو وتسيبه، يعني انت كده مش هتبقى استفدت قوي. انا عايز استفاد جدا، وان لو حصل حاجه تبقى انت جاهز، وانا واثق منك انك هتقدر تشتغل جدا. الحمد لله على مدار حوالي 3 سنين فاتوا دربت اكتر من حوالي 5000 واحد ازاي يسحب عينات وحاجات تانية مختلفه كتير. الناس كلها كانت بتسحب وانا كنت ببقى مبسوط بده، والناس كانت بتتابعنا الفترات اللي فاتت هتعرف ده. فغيرك بعرف يعمل الحاجه دي، انت لازم تعرف، لازم تتعلم، ما تخافش. لو انت خايف اسال نفسك سؤال، هو ايه اخطر حاجه ممكن تحصل لي لو انا غلطت في الاي في؟ هو الفين كده ماشي المنظر ده وانت دخلت كده، فاحنا دخلنا بدل ما دخل البيفلو سنه وراه وبعد كده انام، لا ساعتك عمقت شويه كمان فعديت من الفين من ناحيتين. شايف ناس تعمل ايه؟ يا ده يا جماعه انا خرمت الفين مش خرمت دراعي من ناحيتين، فاهم قصدي؟ فانت لو عديت فين من ناحيتين عملت حاجه اسمها دبل بينتريشن، يعني خرمته من الناحيتين هتلاقي الحته ورمت قدامك، بتعمل كمادات ميه دافيه والدنيا بتروح خلاص، بتروح فعلا في يومها. عملت كمادات ميه دافيه. عايز اقول لكم حاجه، التعامل مع الحقن سواء العضل او الوريد لما تزرق او تورم اعمل كمادات ميه دافيه، كمادات ميه دافيه، كمادات ميه دافيه مهمه جدا جدا جدا، مش ساقعه، مش كمادات ساقعه، كمادات ميه دافيه. ما تستناش عليها كتير لان لو عدى عليها وقت وجيت عملت كمادات مش هتروح، اتفقنا؟ اي مشاكل مع الحقن لو ازرقت مكانها طبيعي ان ممكن تزرق لو انت ربشرت الفين، ان هو فرقع، وفرقع مش معناه ان هو هتلاقيه بيطلع دم والدنيا لايصه خالص، لا، معناه ان هو بس في شويه هيماتوما او تجمع دموي مكان الفين صغير كده، بتعمل كمادات في خلال اليوم بتروح 3 مرات في اليوم ولا حاجه كمادات ميه دافيه، الدنيا معاك هتبقى زي الفل. ده لو حصل مشاكل، لو حصل مشاكل، لو انت بتطبق الموضوع اللي انا بقول لك عليه مش هيحصل. طبعا شروط المسابقه انك هتلاقيها في الكومنت تحت على الفيديو. انا بقى عايز اعرف طبيعه المسابقه عباره عن ايه. ساعتك خلال 48 ساعه من دلوقتي، اي حد بيتفرج على الفيديو وفهم انه يعمل ايه، سيب لكم بقى فرصه عشان خاطر دلوقتي الدنيا قافله، ففي ناس مكسله تنزل تحت عشان الحظر. معاكم 48 ساعه من دلوقتي هنبدا نحاول ان احنا نصور، حد يصورنا او نثبت الموبايل على حاجه ونبدا نصور واحنا بنسحب دم الحد، اي حد قدامنا. مفيش خالص حد ممكن ان احنا نسحب على نفسنا، انا عادي على فكره يا جماعه بسحب لنفسي كتير جدا. بعد ما بتبدا تصور الفيديو بتبعتهولي سواء على الواتساب او الماسنجر، وهسيب لك الكونتاكت بتاعي برده موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بعد ما تبدا تصور تبعت لي الفيديو بتاعك وشروط المسابقه بعد كده، هتلاقيها تحت في الكومنت زي ما احنا قلنا. في بقى حاجه مهمه جدا خدها ليك انت، لو احنا عايزين البيشنت بتاعنا ما يحسش بشكه الابره قوي وهي داخله وهي خارجه، بيبقى في شكه كده صغيره بيقول منها اي، لو انت مش عايزه يحس بيها قول له كده، وانت هتدخله له خد نفس عميق وهو بياخد النفس دخل الابره،
اتفقنا؟ وهو بياخد النفس دخل الابره على فكره there is no pain، مش هيحس بالالم، وهيقولها كده انت دخلتها انت يا دكتور، قول له لا انت لسه فاكر بس كده.